السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي الطلاب، عاملين ايه؟ أتمنى تكونوا جميعا بخير. كنا أعلنا من كام يوم إن احنا إن شاء الله هيكون عندنا شرح كمان لمادة الجغرافيا على أكاديمية الدكتور التعليمية، وأنا معاكم أستاذ بدر حمزة علشان هذه المهمة بإذن الله. طيب، أنا في الفيديو دوت علشان أعمل ايه أو طالع أتكلم أقول ايه بإذن الله في خلال الفيديو دوت؟ احنا زي ما اتفقنا إن احنا هنشرح مادة الجغرافيا. طيب، احنا في ثالثة ثانوي يا مستر عندنا جغرافيا عاملة ازاي؟ أو بمعنى أصح احنا هنمشي ازاي على مدار العام؟ كل دي أكيد أسئلة بتتراوح في دماغكم. احنا هنشتغل ازاي؟ طب يا مستر حضرتك هتكون معانا بشكل دايم ولا مراجعات بس، ولا هنجيب المنهج من اوله ولا من اخره؟ كل الاسئله ديت اجابتها باذن الله هتكون من خلال الفيديو ده. طيب، تعالوا نجاوب على اول سؤال انا طرحته من الاول، الا وهو احنا ايه الجغرافيا اللي عندنا السنه دي. مبدئيا شايف الاسم اللي قدامك دوت اللي هو اسم الجغرافيا السياسيه، هي ديت الجغرافيا اللي عندك في منهج ثالثه ثانوي. ويعني خدها كده نصيحه من الاول، دي اسهل جغرافيا هتدرسها، او خلاص انت درست كل الجغرافيا اللي فاتت، دي اسهل جغرافيا هتدرسها على مدار كل السنوات اللي انت عدت عليك، سواء اولى ثانوي ثانيه ثانوي من اول رابعه ابتدائي، شهاده حق ان ديت اسهل جغرافيا هتدرسها هي جغرافيا الصف الثالث الثانوي، سواء كنت ازهر او كنت عام. ركز معايا في اللي جاي علشان نعرف المنهج بتاعنا رايح فين وجاي منين. طيب، لو جينا نتكلم مبدئيا، المنهج بتاعنا عباره عن اربع وحد بس، تمام؟ دي اول حاجه كده من ضمن الحاجات اللي سهله في المنهج. يعني انت عندك وحده، الثانيه، الثالثه، الرابعه. طبعا زي ما انتم شايفين الوحده الاولى مكونه من اربع دروس والدرس التمهيدي، يعني خلينا نقول عليها ان هي خمس دروس. ثاني وحده طبعا مكونه من خمس دروس كاملين. ثالث ورابع وحده الاثنين على بعض اربع دروس، يعني احنا عدينا الوحده الاولى والثانيه خلصنا المنهج. طب هل يا مستر هم الدروس دي فيهم حاجة صعبة اللي هم في التالتة ورابعة؟ والله لا يذكروا، يعني دروس سهلة جدا جدا، والأسئلة اللي بتيجي عليهم في الامتحان سهلة جدا جدا. طيب، تعال نبدأ كده مع بعض من أول الوحدة الأولى ونشوف هتتكلم عن إيه. طيب معلش يا مستر، بس هو انت قلت لي جغرافيا سياسيه، طب انا عايز اعرف هو يعني ايه الجغرافيا السياسيه ديت؟ مبدئيا زي ما احنا عارفين او سمعنا عن الجغرافيا ان الجغرافيا عباره عن فروع، واحنا امام فرع من فروع الجغرافيا البشريه الا وهي الجغرافيا السياسيه. طب انت ايه مهنتك يا جغرافيا سياسيه؟ قالت لي انا بهتم بدراسه امور الدوله. الجغرافيا السياسيه بتمسك الدوله كده بتفصصها زي حته السمكه وبتقعد تاكل فيها، بتجيبها من راسها لغايه الديل بتاعها، بتدرس كل حاجه موجوده عندك في الدوله، هي ايه؟ هي الجغرافيا السياسيه. لو بدانا عندنا كده من اول وحده هنلاقي العنوان بتاعها الدوله في الجغرافيا السياسيه، واتفقنا ان هي بتتكون من كام درس؟ من اربع دروس والدرس التمهيدي. اول درس عندك هو مدخل لدراسه الجغرافيا السياسيه، طبعا هيفهمك العلم الجغرافيا السياسية دي نشأ ازاي، اهدافه ايه، هتدرس ايه من خلاله، هيعرفك كده على شوية علماء ظرفاء جدا كده اللي هم ساعدوا طبعا على تطور هذا العلم الا وهو علم الجغرافيا السياسية. هو ده عبارة عن الدرس الاول في الجغرافيا السياسية او مدخل لدراسة الجغرافيا السياسية. نيجي بقى لتاني درس عندنا الا وهو الدولة وتعريفها وانواعها، وانا مش محتاج ان انا اخش في تفاصيل قوي لان هو عنوان الدرس باين فيه او احنا هنتكلم عن ايه. هنعرف تعريف الدولة وهندرس كمان الانواع بتاعتها. وايه انواع الدوله دي يا مستر؟ لا دي هسيبها لك باذن الله لما نخش في المنهج مع بعضينا، احنا بس بناخد ملخص سريع كده عن اللي احنا هنشرحه او هنذاكره مع بعضينا. تاني درس عندك ويعني ما يعرف بارخم درس في المنهج الا وهو المقومات الطبيعيه لقوه الدوله. مش ارخم درس عشان هو مثلا صعب ولا عشان هو مش مفهوم، لا هو ما شاء الله اللي كتب الدرس ده كان باله طويل شويه، لا مش شويه وما شويتين ثلاثه، الدرس داخل له بتاع 14 صفحه مثلا ولا حاجه، تمام؟ فتاني درس عندك هيكون هو المقومات الطبيعيه لقوه الدوله. يا مستر هو يعني ايه مقومات طبيعيه اصلا؟ الجبال، الهضاب، الميه، الحاجات دي كلها، يعني الحاجات من الاخر كده اللي ربنا سبحانه وتعالى وفرها في دولة ما، وهنقول عليها اذا كانت الحاجات دي بتقوي الدولة ولا بتضعفها. تالت درس عندك وهو المقومات البشرية، ودي طبعا عكس المقومات الطبيعية، طبعا البشرية اللي هي الحاجات اللي عملها الانسان او اللي احنا عملناها، وهل هي برضو بتساعد في قوة الدولة ولا بتضعفها. واخر حاجة هو النظام السياسي والانتخابي للدولة، كل دولة في الدنيا ليها نظام سياسي معين ماشي عليه، سواء بقى نظام رئاسي، شبه رئاسي، نظام جمهوري، كل ده هنعرفه برضو وهنعرف انواعه وايه الدول اللي ماشيه بالنظام ده وايه الدول اللي ماشيه بالنظام ده. يا مستر هو ايه الرقم ده؟ انا مش فاهمه. ده عدد الصفح او عدد صفح الشرح بتاعت الوحده الاولى باذن الله. يعني انت عندك الوحده الاولى عدد صفحاتها بيتراوح من 32 ل 34 ورقه.
طبعا ال 32 34 ورقه دول مش اي حاجه بالنسبه لمواد تانية عندك في نفس السنه زي مثلا ماده التاريخ، ولكن ما تخلاش نخش في تفاصيل غير عن ماده الجغرافيا. خلصنا من الوحده الاولى، نيجي بقى نخش للوحده الثانيه واللي هي عنوانها ما يعرف بالمشكلات السياسيه. طيب اول درس عندك وهو الحدود السياسيه ومفهومها واهميتها ووظائفها. طبعا الحدود اللي هي بتبقى بين اي دوله او بتفصل بين اي دوله ودوله، سواء انت مسافر طيران فطبعا بتعدي على حدود، بسفينه بتعدي على حدود، مسافر بري بتعدي على حدود، هي دي الحدود اللي انت هتدرسها في اول درس عندك من الوحده الثانيه. طبعا هتعرف اهميتها وهتعرف ايه هي وظيفه الحدود دي واتعملت ليه والكلام ده كله. تاني حاجه عندك وهي انواع الحدود السياسيه. يا مستر هي الحدود السياسيه لها انواع؟ طبعا الحدود السياسيه لها انواع، في حد سياسي ممكن يتعمل في البر، وفي حد سياسي ممكن يتعمل في البحر، فبالتالي كل الكلام ده برضه هنعرفه مع بعضنا. رقم 3 وهي تطور خريطة العالم السياسية والمشكلات المرتبطة بها. وعلى ذكر الخريطة والسؤال برضه اللي بيتراوح في دماغك من اول ما بدأت المنهج، يا مستر ده انا كل اللي كلموني قالوا لي اصعب حاجة في الجغرافيا الخريطة، ولا اي حاجة. بعد باذن الله ما نخلص شرح الكام وحدة دول او الكام درس اللي هناخدهم في الفيديو دوت، هوريك هنعمل ايه في الخريطة بالظبط، وهخليك تبدأ معايا فيها من دلوقتي علشان لما نبدأ شرح هتلاقي الموضوع معاك بسيط وسهل جدا جدا. نرجع تاني ونكمل مع الدرس الثالث اللي هو تطور خريطة العالم السياسية والمشكلات المرتبطة بها. طبعا احنا كل يوم في تطور، كل يوم في حد بيعض في حد، وكل يوم في حد عايز يستولى على حد. مين اللي بيدرس الكلام ده؟ اللي احنا قلنا عليها فوق اللي هي اسمها الايه؟ الجغرافيا السياسية. الدرس الرابع عندك وهي مشكلات اقتصادية ذات بعد سياسي، يعني بعض المشكلات اللي حصلت فالجغرافيا جابتها لك عشان تدرسها وتعرف قد ايه ان المشكلات ممكن تأثر في الدول. وعندك برضو مشكلات اجتماعية ذات بعد سياسي، الدرسين دول مرتبطين ببعض وسهلين وبسط جدا بإذن الله. طبعا الوحدة التانية بتتراوح من 27 ل 30 ورقة فقط. خلصنا ده، انت كده خلاص الجغرافيا بقت في جيبك، او بنسبة 95% انت بقى معاك امتحان الجغرافيا في جيبك. نيجي بقى نخش على الوحدة التالتة وهي التكتلات الاقتصادية والاحلاف العسكرية. طب انا وانا بدرس التكتل الاقتصادي ولا الحلف العسكري بالنسبة لايه؟ هل بالنسبة للهواء؟ بالنسبة للدولة برضو. فبالتالي انا المنهج كله بتاعي بيدير حوالين حاجة اسمها الايه؟ الدولة، لان احنا زي ما اتفقنا فوق ان الجغرافيا السياسية بتدرس الدولة. طيب عندك درسين في الوحدة ديت، درس التكتلات الاقتصادية ودرس الاحلاف العسكريه. طبعا تكتل اقتصادي يعني دوله او بعض من الدول حطوا ايديهم في ايدين بعض وعملوا كده مع بعض علشان يبقوا قوه اقتصاديه او قوه عظمى على العالم. نفس الكلام برضو او نفس الفكره في الاحلاف العسكريه، ولكن الفرق بين الاثنين ان دول اشتركوا مع بعض عشان الفلوس، ولكن دول اشتركوا مع بعض عشان يدافعوا عن الفلوس. خليك حافظها كده وركز مع الكلمه دي عشان هنكررها مع بعض. بالنسبه للوحده الثالثه كلام فاضي من 17 ل 20 صفحه، والكلام ده طبعا منقول من الملزمه، يعني مش غوغائي كده. ونيجي بقى للوحده الرابعه وهي اخر وحده المنهج، العلاقات الدوليه والنظام العالمي الجديد. وحدة سهلة وبسيطة بس هي من اهم الحاجات اللي موجودة عندك في منهجك. الدرس الاول فيها بيتكلم او بعنوان ماهية العلاقات الدولية، او بمعنى اصح هي العلاقات الدولية رايحة على فين. الجغرافيا السياسية لما فتحت كده دلوقتي ده طبعا مش محتاج تفتح كتب، بتفتح السوشيال ميديا، فبالتالي بتشوف هي العلاقات الدولية او الدول بتبص لبعضها ازاي. هل بنبص لبعض ان احنا هناكل بعض؟ هل بنبص لبعض ان احنا هنعمل تكتلات بعد كده؟ هل هحط ايدي في ايدك؟ هل هنشبق ايدينا في ايدين بعض ولا خلاص هنبعد عن بعض؟ كل ده بتبص له في الدرس دوت او في الوحده دي بالذات. وتاني حاجه وهو النظام العالمي الجديد اللي مشتق من حاجه اسمها العولمه، الا وهو تاثير الدول الكبرى على الدول الضعيفه، وهو ده ما يعرف بالنظام العالمي الجديد. طبعا الوحده دي من 7 ل 10 صفح، بسيطه جدا، تخلص في ساعه كده تقعد تذاكرها، يعني لو بتسلك بيها اسنانك من الاخر. وزي ما انا قلت لكم في الاول الجغرافيا كلها والله ماده سهله جدا، ركز بس انت معايا وهتخش وهتطلع بال 40 درجه باذن الله في جيبك. الحمد لله الدفعه اللي فاتت يعتبر اكتر من 95% مقفلين، والكلام ده كان على شرح لا يتخطى ال 11 يوم. تخيل بقى ان انا معاك من اول السنه، فانت احنا باذن الله هناكل الجغرافيا اكل. طبعا الرقم دوت اللي هو عدد صفح المنهج كله بقى، يعني انت عندك من 94 ل 100 ده عدد صفح الشرح اللي في الجغرافيا كلها. تقريبا من 94% ل 100 ده في التاريخ الفصل الثاني والسابع بس، اللي هم طبعا فصول زي ما انتم عارفين. فبالتالي انت الدنيا عندك سهله وبسيطه مش معقده تماما، وانا وضحت لك بالظبط
ايه اللي موجود عندك في المنهج من اول درس لغايه اخر درس؟ طب يا مستر ده السؤال الاول واجابه السؤال الاول. طب السؤال الثاني احنا هنشتغل مع بعض ازاي؟ باذن الله هيكون عندنا شرح من اول الدرس التمهيدي، هنفصله حته حته مع بعض لغايه الدرس الاخير في المنهج، الا وهو درس النظام العالمي الجديد. ومش هنكتفي بكده بس، باذن الله كمان هيكون في اسئله للنظام العام واسئله كمان للنظام الازهري. وحط تحت كلمه النظام الازهري دي مليون خط. امتحان السنه اللي فاتت بتاع الازهر جاي فيه حوالي من 15 ل 20 نقطه اختياري، فاحنا لازم نركز برضو على مبدا الاختيارات. هو جم سهلين جدا العام الماضي، ولكن خلينا نلعب على الريتم الاعلى عشان لما يجي لي الريتم الاقل يبقى الموضوع عندي بسيط جدا. فاحنا باذن الله هنشتغل بنظام الاثنين من الاسئله، سواء النظام بتاع الازهر او النظام بتاع العام. احنا كده جاوبنا على سؤال وجاوبنا على الثاني. طيب نيجي بقى للسؤال الثالث، واللي هو السؤال الاهم طبعا بالنسبه لكم، ان انتوا في الخريطه دي عامله لكم بعبع في دماغكم والله. طيب احنا زي ما شرحنا كده الخريطه بتاعت المنهج وهنمشي ازاي وكم صفحه والكلام ده كله، قلنا كمان احنا هنتعامل ازاي في خلال العام باذن الله. دلوقتي هتظهر قدامك بقى خريطه العالم، وهقول لك ايه المطلوب منك بالظبط تعمله في موضوع الخريطه دوت. وباذن الله برضو الموضوع سهل وايه وبسيط، كل اللي عليك انك تركز معايا. طيب انت دلوقتي ظهر قدامك طبعا خريطه العالم السياسيه. طيب طبعا خريطه العالم السياسيه يعني خريطه الدول وتقسيمه الدول والكلام اللي ظاهر قدامك دوت. طب يا مستر انا مطلوب مني ايه في الخريطه؟ عشان انا كل الدفعات اللي قبلي قالوا لي اهم حاجه في الجغرافيا انك تركز على الخريطه، واستكمالا لكلام الدفعات فانا هقول لك اهم حاجه انك تركز على الخريطه، لان الجغرافيا السياسيه رقم واحد خريطه. ليه؟ انا بتكلم عن الدوله، والدوله دي موجوده فين؟ على الخريطه. فبالتالي انا كل شرحي وكل شغلي هيبقى من خلال الخريطه اللي قدامك دي، وهي طبعا اهم خريطه في المنهج كله. طب يا مستر مطلوب مني اعمل ايه؟ مش عايز اصدمك، انا بدات لك ان الدنيا وردي وان الجغرافيا سهله وال40 درجه في جيبك، استكمالا للكلام دوت وتاكيدا عليه انك باذن الله لو تابعت معايا هتخش الامتحان بال40 درجه في جيبك. ولكن ايه اللي اطلبه منك؟ مش عايز منك غير انت تعمله. طيب واول الطلبات قبل ما ابدا شرح في الدرس التمهيدي، انا عايزك تاخد الخريطه دي وانا هنزلها لكم باذن الله تحت في لينك كده، تخشوا تسيفوها على طول، تكون عندك على التليفون، حطها كفر للتليفون بتاعك، اطبعها وحطها عندك في الاوضه قبل ما تبدا السنه. اتصرف، انا عايزك تخش الجغرافيا معاك 40 درجه يعلوا لك المجموع بتاعك سواء كنت ازهري او عام. وبدايه واول عنصر من العناصر اللي هنمشي عليها عشان ناخد ال 40 درجه ان انت تعمل اللي انا بقول لك عليه دوت. الخريطه دي اتصرف، اطبعها، حطها على تليفونك، افتحها كل يوم مره، لازم تعمل كده. طيب انا هفتحها كل يوم مره يا مستر عشان اعمل ايه؟ اتفرج عليها؟ افتح اتفرج عليها، افتح تامل فيها، بص على افريقيا وقول ايه ده، الله ده مصر هنا بتطل على البحر الاحمر من الناحيه دي، ومش عارف بينها وبين ليبيا خط مستقيم، وتحتها السودان. انا عايزك تفتح تعمل كده لغايه ما انا اجي اقول لك بقى هنشتغل على الموضوع ازاي. ولكن مش مطلوب منك غير ان انت تتامل المنظر اللي قدامك ده لغايه ما ابدا معاك شرح في الدرس التمهيدي. ولكن يعني طلب بسيط اعمله، تامل بس، افتح شوف ليبيا فين، شوف الجزائر فين، شوف موريتانيا فين، شوف دولة زي مثلا تشيلي فين، الارجنتين، كولومبيا، بينما، شوف الدول دي كلها موجودين فين بالظبط، مين بيحدهم من الشمال ومين من الشرق ومين من الغرب. اتفرج على الخريطة دي وفصلها حتة حتة في دماغك علشان لما نيجي نشتغل هتعرف اهمية الكلام اللي انا قلت لك عليه ده. طبعا هو دوت كان إجابة أو إجابات الأسئلة اللي بتدور في دماغكم من حيث هو إيه الجغرافيا اللي عندنا السنة دي، أو اسمها إيه، أو هنذاكرها إزاي، مستر حضرتك هتشتغل معانا إزاي، جاوبنا عليه. طبعا مستر الخريطة هي أكتر حاجة قلقانة، أديني قلت لك مش مطلوب منك غير إن أنت تتأمل في الحاجة اللي قدامك أو في الصورة اللي قدامك، وأنا بإذن الله هنزل لكم لينك ليها تحت الفيديو. وبكده نكون خلصنا الفيديو بتاعنا النهاردة بشكل كامل، وبإذن الله انتظروني في خلال أيام قليلة جدا علشان نبدأ مع بعض شرح منهج الجغرافيا السياسية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.